تلوح في الأفق أزمة في الهلال من خلال المحترف الكولومبي غوستافو غويلار، حيث ذكر موقع تيبي البرازيلي أن محترف نادي الهلال غوستافو غويلار يعيش في مرحلة سيئة مع فريقه، حيث غاب عن فوز الهلال ب2-0 على شهر خضر الإيراني في دوري أبطال آسيا. ويعد غوستافو غويلار من اللاعبين البارزين في منتخب كولومبيا، ويتوقع له الكثيرون مستقبلا جيدا. وبدأ غويلار مشواره مع فريق دوبورتيفو كالي في كولومبيا بعد تصعيده وعمره 17 عاما، ثم أعير إعارة قصيرة لفريق جونيور أيضا في كولومبيا. وقال الموقع: محترف الهلال غويلار ليس لديه وقت كبير في المملكة العربية السعودية، كان احتياطي في آخر مباراتين لفريق الهلال، كذلك فإن الكولومبي لم يكن مدرجا في قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، وهي البطولة الرئيسية في القارة. واجه الهلال شهر خضر وفاز بهدفين نظيفين من أندري كاريلو وبافي تيمبي غوميز. وأوضح الموقع أن غويلار قد انضم إلى صفوف الهلال في أغسطس من العام الماضي بعد رحيل مضطرب من فلامينغو، تم بيعه إلى الهلال مقابل 7,500,000 يورو. مختتما بقوله: في النادي السعودي لعب الكولومبي 17 مباراة وبدأ 15 منها كلاعب أساسي، وكان يأمل اللاعب أن يكون لاعبا أساسيا في الموج الأزرق ويشارك في البطولة القارية، ولكن جاءت اختيارات المدير الفني راز فالوشيسكو لتكون صادمة للاعب الكولومبي وتجعله من أقرب اللاعبين الراحلين عن صفوف الزعيم خلال الصيف القادم. تسابق إدارة نادي الاتحاد الزمن من أجل التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للهولندي تين كات، والذي رحل عن الفريق. وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن مدرب نادي كورتينيانز البرازيلي فابيو كاريلي هو الأقرب لقيادة نادي الاتحاد السعودي عقب إقالة الهولندي تين كات. ونشرت صحيفة جلوبال سبورت البرازيلية تقرير قالت فيه أن المدرب البرازيلي تلقى بالفعل عرضا لقيادة النادي الذي يعتبر من الأثرياء داخل البلد السعودي الغني بالنفط. وقالت الصحيفة أن المدرب ليس بجديد على الدوري السعودي، حيث سبق له وقاد نادي الوحدة الموسم الماضي ووصل بهم للمركز الخامس قبل أن يقرر الرحيل ويتولى بدلا منه المصري ميدو. لكن الفريق فشل في الحفاظ على موقعه في الجدول ليتراجع للمركز السابع مع نهاية المسابقة. وأكد المتحدث الإعلامي لنادي الاتحاد في أحد القنوات الرياضية السعودية أنه بنسبة 80% أن المدير الفني البرازيلي كاريلي هو مدرب الاتحاد القادم. كما أشارت بعض التقارير أن إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات أخرى وفي اتجاه آخر تحسبا لفشل المفاوضات في التعاقد مع البرازيلي كاريلي، وخاصة أنه يغالي في طلباته المادية. والمفاوضات الثانية جاءت مع المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش الذي يفكر الأهلي أيضا في التعاقد معه في حال تمت إقالة المدرب السويسري كريستيان غروس. وفي وقت سابق قالت تقارير صحفية أن الأهلي أصبح قريبا من ضم المدرب فلادان لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للسويسري غروس، ليكون بذلك الاتحاد منافسا قويا للأهلي في التعاقد مع الصربي. رد لاعب نادي الهلال السعودي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو على الأنباء المترددة حول نيته في الرحيل وحقيقة نيته الاعتزال، كاشفا عن اللحظة الأصعب في مسيرته وأقرب لاعبي الهلال إليه. وقال جيوفينكو في لقاء عبر برنامج كورة الذي يداع على قناة روتانا خليجية أنه لا يعلم شيئا عن أخبار رحيله عن الهلال، وأنها
أخبار غير صحيحة، مؤكدا أن مشروع اعتزاله مؤجل ولا يفكر به لأنه في كامل حماسه ولياقته ويرغب في الاستمرار باللعب. وأضاف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أن محمد الشلهوب ونواف العابد هما اللاعبان الأقرب إليه من بين لاعبي الهلال السعودي لأنهما بنفس طوله، مبينا أن تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا مع الهلال هو اللحظة الأهم والأصعب في مسيرته. وأكد اللاعب الإيطالي أن هناك جهودا جبارة تقوم بها المملكة العربية السعودية في مختلف الرياضات، وهذا العام كان حافلا بالنجاحات على مستوى الرياضة، معبرا عن تمنياته بالنجاح الدائم للمملكة العربية السعودية. قدم البرازيلي جوليانو دي باولا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداء باهتا أمام السد القطري، أحرج به المدرب روي فيتوريا في بداية مشوار نادي النصر بالبطولة القارية. وأصر البرتغالي روي فيتوريا على تسجيل جوليانو في قائمة النصر الآسيوية بدلا من المدافع البرازيلي مايكون، علما أن الفريق يعاني من نقص في المدافعين نظرا لغياب الثنائي عمر هساوي وعبد الله ماضو، والمخاطرة بالدفع بلاعبين شباب كعبد الإله العمري ونايف الماس. وتعادل النصر أمام السد القطري إيجابيا بهدفين لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020. ولعب جوليانو مباراة النصر ضد فريق السد القطري كاملة ولم يساهم النجم البرازيلي في أي هدف لنادي النصر، فضلا أن ناتجه العام بالأرقام كان صفر، حيث لم ينجح في التسجيل أو إعطاء أسيست أو أي مراوغة أو كرات طويلة. وحصل جوليانو على أسوأ تقييم بين لاعبي النصر في مواجهة السد القطري، وكان أقل من لمس الكرة وأكثر لاعب تمت مراوغة أثناء اللقاء. جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني بالتساوي مع السد القطري بنقطة واحدة لكل منهما خلف الفريق الإيراني أصفهان صاحب الصدارة بثلاث نقاط عقب فوزه على العين الإماراتي برباعية نظيفة. وغير بعيد عن النصر واصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم تألقه مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، وبهدفه أمام السد ساهم حمد الله في 5 أهداف مع فريق النصر في آخر 5 مباريات للفريق بدوري أبطال آسيا، ليحقق أفضل سلسلة قارية للاعب من بين جميع لاعبي الأندية السعودية. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.